خلال الفقرة الحالية سعداء جدا نتوقف عند واحد من الأحداث التاريخية اللي غيرت تاريخ البشرية واللي كانت سبب في بداية مرحلة جديدة للدين الإسلامي من بعد الظلم وكثير جدا من الاضطهاد وغيرها من الأشياء. اليوم نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة والدروس والعبر المستفادة منها وكيف نقدر نطبق كثير جدا من الدروس في حياتنا اليومية. سعداء جدا يكون معنا دكتور محمد زين العابدي، مدرب تنمية بشرية ومستشار في تحسين جودة التعليم في السودان. أهلا ومرحبا بك. مرحب بكم سودانية 24 ومرحب بمشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا أن نكون معكم في هذا الصباح الطيب المبارك. أهلا ومرحبا بك دكتور، وخلينا بداية نرجع بالتاريخ ونتكلم على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نعم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث تاريخي كبير جدا، ليست هي حدث عارض أو حدث عابر، إنما هو حدث غير مجرى التاريخ. فترة ما قبل الهجرة كانت فترة حقبة زمنية، وما بعد الهجرة كانت اتبنت قيم كثيرة جدا أسست عليها دولة الإسلام الأولى التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة هي أكبر من أن تكون حدث، بقدر ما أنها هي تغيير لواقع الإنسان وصياغة الإنسان صياغة جديدة على مستوى التفكير، على مستوى الشعور، على مستوى العقل البشري في تكوين دولة تجلت فيها كل معاني القيم المفقودة في مجتمعاتنا الآن، قيمة العدالة، قيمة الإخاء، قيمة الصدق، قيمة المساواة، قيمة الحقوق بكل معانيها. كلنا لآدم وآدم من تراب، هذه المعاني تجسدت بصورة كبيرة جدا. فما أحوجنا أن نعيد تاريخ الهجرة ونقرأها صباح مساء من أجل أن تنعكس في واقعنا الذي أحوج ما نكون إلى تغييره الآن. صحيح، فإن شاء الله توقف عند بعض المحطات. صحيح إن شاء الله. زي ما تذكرت يا دكتور إنه هي حتى هي ما هجرت مكان من مكة للمدينة فقط، ولا هي خطوات، ولا هي مجرد الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى. هي كان فعلا انتقال من نقطة إلى نقطة أخرى باعتبار التغيير اللي حصل لأن إحنا كمسلمين ما بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، للدين الإسلامي ككل. يمكن كثير من الدروس المستفادة، خلينا نقف عند أول درس ممكن نتعلمه اللي هو احنا علمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي فكره التوكل على الله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب. واحنا احوج ما نكون في الايام دي، يعني رغم انك انت ممكن تكون شايف كل الاشياء سوداويه او الظلم صحيح موجود وغيره، لكن هنا نحن محتاجين لفكره التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم طبعا، قيمه التوكل هذه من اهم من اكبر الدروس التي يستفيد الانسان المسلم من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. كون النبي صلى الله عليه وسلم وحده، والجاهلية بكل عنفوانها، بكل قدرات المادية، بكل أسلحتها الدعائية في الإعلام وما استخدمته من إقواء وصد عن دين الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر لحظة الصفر للخروج. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعد الراحلتين ويعلف الراحلتين ويجهز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اثنين، والعالم كله يلاحقهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فمن كان الله معه كفاه. هذه الرؤية التي تشكلت في الذهنية المسلمة وقت ذاك ما أحوجنا أن نشكلها الآن عندما ننظر إلى واقعنا واختلالات القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمادية. يصيبنا شيء من الوهن عندما نتذكر إن الله معنا، تصيبنا الطمأنينة ونشعر بالأمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقن حق اليقين بالنصر، صحيح، وكان متأكد من ذلك، لكنه مع ذلك اتخذ الأسباب الدنيوية، يعني حتى لا يصبح متواكلا كان متوكلا. صحيح. قام بكل الخطوات العملية في التخطيط القوي جدا، وما أحوج الآن أمتنا أيضا للتخطيط على مستواه التشغيلي والاستراتيجي، أن تكون لنا رؤية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر الصحابة وهم يعذبون في رمضاء مكة ويلاحقون ويطاردون وليس لهم من الأمر شيء، لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، كانوا ضعفاء مستضعفين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ولكنكم تستعجلون ليبلغنها ليتمنى الله هذا الأمر. الرؤية كانت بالنسبة له واضحة، الأمر ده سوف يكتمل وسوف يكون لنا النصر وستقوم دولة الإسلام وتنتشر في كل الأمصار، صحيح، ولكنكم تستعجلون. يعني هذه قمة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة واليقين بعوامل النصر. صحيح.
صحيح. انا عايزه اقف في الامل وفي الثقه في عوامل النصر بالتحديد، يعني لانه نحن حاليا بنعيش في مواقف كثيره جدا، ممكن تكون حتى هي ذات الاشياء دي قاعده عشان تعليمنا ونقدر نطبقها في واقعنا الحالي. وحتى انه لما يعني الاعداء كانوا قربوا يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر في كثير جدا من الرحله وفي كثير جدا من الخطوات، يعني كان ما زال الامل موجود عند الله سبحانه وتعالى، وكان مباشره ينقل الطمانينه لسيدنا ابو بكر الصديق. نعم، هذا يبين ان الانسان يجب عليه ان يتخذ الاسباب ويعمل كل التحوطات، وبعد ذلك عقلها وتوكل على الله، ياتي التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه وتعالى كفاه المستهزئين، والله يا أيها حسبك الله، يعني الله كان معه في كل هذه الخطوات والثقة الكبيرة. حتى عندما يصيب أبو بكر رضي الله عنه الخوف أحيانا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر، يقول أتذكر أن العدو يأتي من الأمام فتقدم ويتأخر، لكن الحماية الربانية حتى في جانب عندما أدركهم سراقة وأطاح به الفرس. أيوة. وهذه الحماية التي بعد ذلك طلب الأمان. يعني إنسان يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وتشكلت له صورة ذهنية، سراقة أنه كان يأخذ 100 من الإبل الأصيلة، فهذه التي صنع الإعلان في ذلك الوقت، ومن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا أو يأتي برأسه كذا له هذه الجائزة الكبيرة. وهو يكاد ينال تلك الجائزة، فتأتي الحماية، لا يستطيع ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولا يستطيع أن يصل إليه، فيرفع يديه ويستسلم. رجل ملاحق مطارد في صحراء وليس معه من القوة، يطلب منه الأمان. الأمان، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فما أسلم وقتها، لكن طلب أنه يعني يكتب له كتابا أنه يسوره بسواري كسرى، يعطيه السوار. هو رجل ملاحق ويمنيه أن هذه الدولة العظيمة الإمبراطورية ستؤول إلى الزوال، ويلبس سوار ملكها في ذلك في يوم من الأيام. لم يحدث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، حدث في أواخر عهد عمر رضي الله عنه. وجيء بصراغة يهادى بين رجلين كبير عمره 90 سنة وألبس السوار. هذا هي الرؤية التي شكلها النبي صلى الله عليه وسلم ثقة في الله أن النصر قادم، وأن ما يقوله لا يعني لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. صحيح. هذه من أكبر الدروس، لو وثقنا في الله حق الثقة لتنزلت علينا الرحمات وانفتحت لنا الخيرات. صحيح. في هذه الدنيا أحيانا نحن نركز نكل أنفسنا إلى أنفسنا، يعني نتوكل عندما نتوكل على أنفسنا يكيل الله سبحانه وتعالى يكيلنا إلى قدراتنا المتواضعة والمحدودة. صحيح. أنا عايزة أقف برضو عن واحدة من المواقف الجميلة جدا، اللي هو إحنا كثير جدا في حياتنا بنكون شايفين الأشياء الواضحة بالنسبة لنا، فبنفتكر إنه ومستحيل يحصل النصر ومستحيل يحصل النجاح، لأنه أنا شايف قدراتي وشايف الأسباب وشايف كل الإمكانيات اللي حواليني. لكن ما عارف إنه مرات في حاجات بتجي من ربنا سبحانه وتعالى بتتهيئ لها الأسباب. إذا تكلمنا عن الغار بالتحديد، يعني إنه ما كان في حاجة واضحة، ودي كانت الحاجة اللي ممكن زرعت يعني عدم الطمأنينة كان في سيدنا أبو بكر الصديق، وسبحان الله ظهرت الحمامة وظهر العنكبوت وغيرها من الأشياء. نعم. اللي هي زون ممكن يكون بالرؤية المجردة ما بيكون شايفة يعني. صحيح. وطبعا وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وتتنوع وتتعدد. فالله سبحانه وتعالى يأتي بالحماية بمختلف الصور دون ما نتصور. عندما نتوكل الله حق تقاتي يأتينا بعد ذلك النصر، ومن يتوكل ومن يتقي الله فهو حسبه. صحيح. يعني ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء النصر تنزل في عدد من الصور. صحيح. من ضمن هذه الصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، أنه مسح الأثر ودخل الغار، وأيضا لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا وكل هذا الخوف، ولكن الحماية الربانية يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحمى. حتى في الخطة كان وضعه أنه يقعد في الغار، ما كانوا حاسبين يقعدوا ثلاثة أيام في الغار. ثم بعد ذلك خرجوا وأخذوا الطريق الساحلي حتى أنه ما يتوقعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل وسائل الحماية والتخطيط الدنيوي، لكن بعد ذلك جاء التكميل من الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورون أن نتخذ كل الأسباب، وهذه أنا رسالة أقول للأمة السودانية والأمة الإسلامية في كل مكان. والأمة الإسلامية أمة عمل، أمة إنتاج، أمة عطاء، وليس أمة تقاعس، وليس أمة تواكل. يعني نتخذ بكل الأسباب، بعد ذلك تأتينا الفتوحات والنصر من الله سبحانه وتعالى. صحيح. خلينا نتكلم على برضو واحدة من الأشياء مهمة جدا، اللي هي الصحبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكان الله سبحانه وتعالى إنه يخليه ينتصر براه وإنه تحصل هجرة والأشياء دي كلها، لكن بالتأكيد وجود السيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه معه في الهجرة بالتأكيد كان عندها دروس بالتأكيد.
يعني الصحبة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يمني نفسه بهذه اللحظة بتلك اللحظة التاريخية الفاصلة وذلك الشرف في الاختيار الذي لا يضاهيه شرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر كان يعد رضي الله عنه كان يعد الراحلتين ويعلف ويجهز وكذا وكل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لم يؤذن لي أصبر يا أبا بكر لم يؤذن لي بعد. فعندما جاءه الخبر ودخل عليه في نص النهار النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته لا يخرج في النهار فدخل على أبي بكر رضي الله عنه وأخبره بأنه قد أذن له فأول كلمة قالها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله قال نعم فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا حتى عائشة رضي الله عنها قالت أول مرة كنت أعلم أن هنالك بكاء من أجل الحزن لكن أول مرة أرى بكاء الفرح قالت ما فرح يعني أبو بكر فرح مثل هذا الفرح. وعندما جهز الراحلتين وأرادوا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دفع القيمة هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر بحر ماله حتى وإن كان من أقرب الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قام بكل هذه المهمة العظيمة بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدفع قيمة راحلته حتى يكون الأمر كله خالصا لله سبحانه وتعالى. هذا درس عظيم. ثم بعد ذلك سعد يعني أنا يعني أعجب في هذا الزمن إنسان يعجب بأخذ المخاطرة بكل صورها مش كده يقول لك الإنسان نسمع في الاقتصاد يقول لك مثلا رأس المال جبان إنسان ما بدخل في عمليات تجارية غير مضمونة العواقب لكن كونك تدخل في مخاطرة لرحلة تحفها كل تلك المخاطر وتبكي فرحا من حزنا تبكي فرحا من أنك تكون قد تم اختيارك هذا سلوك لم يعهده المجتمع من قبل صحيح. لكن هذا هو الدين الذي غير مسار الناس بالتأكيد. ثم بعد ذلك حصل الإخاء بكل معانيه وصوره يعني. برضو واحدة من الدروس اللي خلينا نتوقف عندها اللي هي أنك أنت تكون مؤمن بشخص مؤمن بالقضية وبعد كده بتجي التضحية حتى ممكن تكون بنفسك يعني وده الحاجة اللي عملها سيدنا علي سيدنا علي يعني. يعني سيدنا علي ضحى بنفسه وضمن النبي صلى الله عليه وسلم له الأمان يعني والقوم كلهم يجتمعون وينتظرون وخرج من بينهم وشاهد الوجوه وجعلنا بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون حصل الإغشاء على وجوههم وهكذا حصل النصر هم منتظرين وينتظروا الفراش وسيدنا علي رضي الله عنه قد خرج من بينهم. هذه قمة الحماية والتضحية في سبيل. أيضا نأخذ نموذج آخر للتضحية أم سلمة عندما خرجت ومنعت من قبل أهلها ما تهاجر وابنها الصغير يتجاذبه القوم حتى كادوا أن يذهبوا بيده فتترك ابنها وتترك تمنع هي ويهاجر زوجها. هذا يعلمنا أيضا تضحية أن الأرض لها مقام عظيم لكن قيمة الدين أعظم من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمكة يعني إنك أحب الأرض إلى الله أحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت صحيح. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يترك هي أحب الأرض إليه لكن يترك الأرض في سبيل الدين ويعود إليها من بعد ذلك يعني عندما عاد في فتح مكة يعني. فهذه أيضا اختلت في موازين. أحيانا بعض الناس يقولون إذا تساوى عندنا الدين والأرض بما نضحي وده مفهوم خاطئ عند كثير من الناس يقولون والله إحنا الدين يفرغ الناس إذا دعونا تجمعنا الأرض. لا الدين لا يفرغ الدين يجمع الدين يقوي لكن نحن لأننا أسأنا إلى عدم فهم الدين الفهم الصحيح. عندما يظلم الإنسان أخاه الإنسان يضرب أخوه الإنسان يقتل أخوه الإنسان تفرغنا بعصبيات وقبائل ومجتمعات أصبحنا نفرغ بين ألواننا بين جنسياتنا بين هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الأمة من بعد صحيح. فالصحابة هم وحدوا الدين وحد الناس يعني. بما أنك تذكرت دكتور محمد أم سلمة نعم. خلينا نتكلم على دور المرأة ذاته كان عظيم جدا واضح نعم. جدا وجلي جدا في الهجرة النبوية الشريفة. صحيح دور المرأة كان حاضر في جانب الإعداد وجانب التخطيط في الرحلة الشاقة. أيوة. السيد عائشة رضي الله عنها قامت بدور كبير جدا في التجهيز لتلك القوافل دور العلاف ودور التجهيز والترتيب المؤونة وأسماء بنت أبي بكر كانت أيضا في جانب الزاد ذات النطاقين الدور اللي قامت به والنساء الهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا تركنا الأبناء وتركنا الأولاد وتركنا الأزواج تركنا كل شيء وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة كانت حاضرة بقوة بكثافة وكان لها الدور ليس دور مصنوع. نحن المرأة في الإسلام مشاركتها مشاركة حقيقية وليست هي نسبة تأخذ كوتا كما عندنا في مجتمعاتنا الآن نسبة المرأة 10% أو 15% أو 20% لا هي شريكة أصيلة في المجتمع بعطاء لأن الله سبحانه وتعالى سوى بين الرجل والمرأة في جانب العبادات في جانب التكليف
تبلغ أعلى المقامات بجهدها وبجهادها وبكسبها صحيح. في دين الله سبحانه وتعالى. ففي كل مظاهر الهجرة نجد المرأة حاضرة، حتى في جانب عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين كانت المرأة حاضرة في دور كبير جدا، تقديم المؤاوات المهاجرين الذين فقدوا بيوتهم وأموالهم وأزواجهم وتركوا كل شيء من ورائهم صحيح. فالمرأة كان لها دور كبير جدا في جانب العطاء أو تجهيز الزاد والمؤونة إلى غير ذلك صحيح. ويمكن تكللت لحظة النصر، يعني عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ويعني وحتى التهليل اللي كان بيحصل والإنشاد اللي كان بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتغير الحال، تغير حال الإسلام وتغير حال الأمة الإسلامية بعد ذلك. نعم، الاستقبال كان كبير، طلع البدر علينا من سنيات الوداع. الاستقبال حصل كبير جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، خرجت المدينة بكل أشواقها متشوقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستبشرون بقدومه وخايفين عليه من الرحلة الشاقة والعدو المتربص، فكان الأمان. وهنالك درس أيضا عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الجميع كان يريد أن يتشرف باستضافة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه. وخرج أبو أيوب الأنصاري يأخذ الناقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها فإنها مأمورة، الناقة تبرك وتقوم تالي وتبرك، إلى أن بركت في مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري بادر إلى أخذ الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا المرء مع رحله، يعني الرحل كونه. وهذا يبين لنا أيضا تطيب الخواطر، والدين الإسلامي دين ذوق عالي جدا ودين إتيكيت يعني وتقدير للآخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يعترض على أبو أيوب الأنصاري، استضافه معه. ومحل بركة الناقة كان المسجد الذي آخى والذي جمع بين كل تلك القبائل والسحنات المختلفة في ألوانها وأشكالها ولغاتها، أصبحت الآن في مؤشر جديد أو مكون جديد اسمه الدين، تآخى الناس بسببه، نسوا القبيلة، نسوا الجهة، نسوا المكان. حتى عبد الرحمن بن عوف كمهاجر قابله سعد بن الربيع، كان الذي حدث بينه والأخاء، يعني تآخى تم الإخاء بين 90 من الأنصار المهاجرين يعني، فقال له أنا رجل غني والمدينة تعرفني، هذا هو سعد بن الربيع، وهذا مالي، لدي مال كثير، خذ نصف مالي وأعرض عليك زوجتي، عنده زوجتين نسوان الاثنين، قال لا أعرضهم عليك، فاختار أيهما شئت فأطلقها تكمل عدتها وزوجك، قال لا أمسك عليك مالك، أمسك عليك زوجك، دلني على السوق. أنا زوج قال له زوج عنده قدرات وكذا بس وريني السوق. فقام وراه سوق، مشى لسوق بني قينقاع، فكان من أغنى وأثرى الناس. هذا الإخاء في زمننا، تخيل إنسان يصل مرحلة أنه يكسب معك مالك. في زمن الآن أصبحنا بعض مجتمعاتنا الآن ترفض أن تعطي الميراث الحق الشرعي. وأنا دي أقوله بمناسبة العام الهجري الجديد، يعني في بعض الناس أجيال قامت وماتت بعشرات السنين ولم يعطوا حق الله في الميراث. تقول لك العمارة دي أنا ما دي خلالنا جدا وده تاريخنا ما بنفرط فيها يعني. يعني ينبغي أنك تعطي الناس حقهم، بالذات المرأة الأطفال الصغار، ده حق شرعي. فما بالك نقول له الصحابة في ذلك الوقت قسموا مالهم، قسموا ما لديهم بحر بطواعية كاملة وتطوع، ولا لم يجرم عليه أحد. صحيح. فإذا عدنا للدين يعود إلينا كل شيء. رسالة أخيرة، وخلينا نقول إنه رسالة ممكن تكون في وقت مناسب جدا، لأنه دي بداية عام هجري جديد، ودوما البدايات هي إعلان لبشريات، إعلان لبدايات جديدة، إعلان لانتهاء كثير جدا من السلبيات والظلم وغيرها من الأشياء. نعم، أنا والله أتمنى يكون العام الجديد الهجري هذا عام فتح ونصر وقوة الأمة الإسلامية، وأيضا أنتهز هذه الفرصة بحكم عملنا مع التعليم وتحسين ووضع التعليم في السودان، أتمنى أن يكون هنالك تركيز على التقويم الهجري بصورة كبيرة جدا، حتى نعلم الأجيال القادمة والأطفال الصغار أن هذا التاريخ الهجري له دلالات وله قيم. وعندما نبدأ بشهر المحرم نعرف أن هذا الشهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وخرجنا من ذي الحجة الشهر الذي تنزلت فيه هذه الشهر الأشهر الحرم التي فيها من البشريات وفيها من الخير الكبير نزل على الناس. فأتمنى يكون عام وحدة، عام أمان، عام استقرار على الأمة الإسلامية، وأن نتناسى القبائل وأن نتناسى كل هذه الأشياء التي تفرق، لا فرق بين عربي ولا عجمي، لأن كلنا لآدم ولم يكن لنا دور في اختيار أنفسنا. سيانا محمد زين ما عندي كان ولا 1% أنه أختار لوني أو شكلي أو قبيلتي أو كذا. فإذا يجب أن نتواصل مع الآخر بناء على هذه المساواة في الخلق، المساواة في الحقوق، المساواة في الواجبات. فأرجو أن يكون هذا العام عام خير وبركة علينا في السودان،
وعلى كل مجتمعاتنا وعليكم أيضا في سودانيا 24. شكرا جزيلا دكتور محمد زين العابدين، مدرب تنمية بشرية ومستشار في تحسين الجودة التعليم في السودان. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم، سعيد جدا بكم. السلام عليكم.